ده لازم تسأل كده على الهواء مباشرة تكون إجابة أكيد يعني. في البيت معرفش هيقول مش عارف السؤال ده سألته يوقف على السياق الإجابة توقف على السياق بالنسبة لك أنت كذا بالنسبة لك أنت كذا. طيب إحنا على الفيسبوك بوك سألنا حضراتكم عن رأيكم في إنه سيدة ترشح نفسها في الانتخابات الرئاسية وكانت تعليقات حضراتكم كما يلي. أول واحدة سناء ديف لا أوافق البتة سناء دي ماشي أوكي مصر الجميع بس إحنا بلد شقي ورجالة أقوى. طيب رجالة قوي لا أقوى والله أو كتبها غلط إنه رجالة قوي يعني مش عارف ماشي رجالة أقوى قوي. طيب الدستور لا يمنع ولكن المجتمع يمنع لسه شوية على الخطوة دي. إمام بابلي يلا قولي بقى شايفة أنا أحمد المهم هي مين السيدة دي ده سؤال كويس ده دي إجابة أحمد الطرابيشي ده كده صح الموضوع كفاءة أكتر منها رجل ولا ست يعني صحيح. فرح بتقول يا ريت نوصل لكده صح منايا منايا الجنة أنا لا أوافق لأن المرأة أضعف من الرجل ولا تملك الشجاعة الكافية لإدارة دولة كبيرة كمصر. تقرأ في البخاري هتلاقي فصل اسمه فصل في قتال نائم يعني ايام النبي عليه الصلاه والسلام الستات كانت بتقاتل وتجاهد ازاي لا يعني وشجره الدر ما هي حاجه مصر لا لا في ستات فتره معينه وكان فتره او ظروف لمسه يعني مش المهم النزاهه والشفافيه في العمليه الانتخابيه لكن تجربه جميله ولا اظن انها تحصل على كثير من الاصوات في ظل المناخ السائد اللي قبلها ما فيش مانع لو نزلت الانتخابات سيدة لها تاريخ مشرف ولها سمعة طيبة ولها برنامج يعني انتخاب. هنا النقطة ان مصر كبيرة طب ما الهند كانت اكبر مليار وكذا وكان انديرا غاندي وسنوات النجاح وبنزير بوتو في باكستان واندونيسيا في نفس القصة صحيح وملكة فيكتوريا في انجلترا اكبر توسع لانجلترا كان معلش بس